عمري ما فكرت ليه الواحد ممكن يعيش في الدنيا، كمان يحارب عشان يعيش فيها وهو عارف ان هيجي عليه يوم ويسيبها. عمري ما فكرت برضو ليه الواحد يستنى الموت من غير ما يحاول يعمل فرق. عمري ما فكرت ان هلاقي نفسي واقف بين قرارين، كل قرار فيهم عكس التاني. معرفش ان كان الاحسن نعيش في دنيا مليانة بالفوضى والفساد، ولا الاحسن ندفن نفسي جوه عقلي، اتخيل دنيا احسن واستنى فيها الموت. معرفش والله ايه الاحسن. كل اللي اعرفه اني كان لازم اختار بسرعة. عندي 12 سنة لما كل حاجة بدأت. عندكش فكرة ازاي حياتك ممكن تتغير بسبب دقة ايد على الباب. خير يا محمود؟ حصل حاجة؟ خشي جوه قلبي. ما سمعتش اللي عمي قاله لأمي، لكن عياطي خلاني أفهم إنه خلاص الإنسان اللي كنت مستنيكي مش جاي تاني. عياطة خلاني أسأل نفسي، لو الواحد بيعيش عشان يجي يوم يموت فيه، ليه بيتولد؟ إيه معنى حياته؟ أسئلة عارف إنها صعبة، لكن أديني عايش مستني الموت عشان أعرف الإجابة هتكون إيه. ثمان سنين فاتوا من وقتها، الأيام بالنسبة لي بقت زي بعضها. اللي بعيشه النهاردة هو اللي عشته امبارح، وهو اللي هعيشه بكرة. الشيء الوحيد اللي كان مختلف هو الإحساس السلبي اللي كان بيكبر جوايا من الدنيا، خصوصا بعد ما عرفت إن أمي عايشة عشان تحارب المرض اللي جوايا، وده اللي خلاني ابتدي أتخدر نفسي. مش عشان أهرب من الواقع، بس عشان ما احسش بالوقت. وفعلا قبل ما اخد بالي لقيت مرحله من حياتي انتهت وواحده تانية بدات، المرحله اللي المفروض الواحد بيتغير فيها للشخص اللي هيفضل عليه لحد ما يموت. انا فضلت واقف مكاني مستني. ادهم عمر، ايه النظام؟ مفيش. ايه شوقي لسه ما جاش ولا ايه؟ لسه يا عم. معاك ولا؟ لا طب ما تكلمه. كلمته تليفونه مقفول. الو. ايوه مين يعني؟ طب وشوقي راح فين؟ انا رافع لك ايدي اهو. انت شفتني؟
واحد شوقي وقته ممكن. شوقي فين؟ قال لي بيدير في حته تانيه. خلص يا كابتن، ورايا مشاوير. ايه ده؟ يا كابتن نفس الاستف. لا مش نفس الاستف. حق المشوار ده مين هيحاسبنا عليه؟ روح قول لشوقي ياض امرأة ما حاجة في وشي. ده من حاجة في وشي؟ تعبيط يالا؟ يا عم ايدك جنبك، انت تعبيط ولا ايه؟ ادهم ايه ده قدامك جنبك؟ ولا يهمك يا عماد. استنى. عايز ايه؟ اديك النص. 1200. 1200 يا كابتن. 200 جرام. يلا يا ابني. ده اليوم 46 ليا هنا، لكن يوم ايه؟ معرفش. كل اللي اعرفه اني كان لازم انضف من جوايا عشان اعرف اختار. كان سهل اني اخرجه من جسمي بالاكل والشرب، لكن كان صعب اخرجه من عقلي. الوقت كان بيعدي ببطء غريب، كنت بدور على طريق اريح بيها نفسي. كانت الطريقة الوحيدة هي انك تطلع كل فكرة تفتها، تفتكر كل ذكرى عشتها. نفس الايام بتعدي ونفس السيناريو بيتكرر، لحد ما جه اليوم
اليوم اللي فضلت مستنيه من سنين. بصي الزب يا وائل، معلش سرحت. ايه يا ابني مالك؟ بصت بصراحة. مالك يا ادهم؟ مش عاجبني فعلا. مالك يا ادهم؟ احنا من ساعة ما عدنا عليك انت فيك حاجة غلط. فيش. ايه امك نكدت عليك ولا ايه؟ يعني حاجة زي كده حبيبي. لا لا مش عايز، ابو دماغ الحشيش يا اخي. انتوا شبيرة معاكم؟ معنا اللي اكبد منك. طلع تبقى عالمي يا موسى لو طلع اللي في دماغي ساعة. عايز؟ ريت. كفايه يا عمر، الشاب بتاع 3 جرام لوحدك يا ابني. اه بقول لكم ايه، انتوا الاثنين انا عايز من كل واحد فيكم 1500 جنيه يا عم. هنديك كده دي له ادب الوحيد فلوس. مين قال لك ان انا معايا فلوس؟ كل معايا 200 جنيه يا عمر. حمك 200 جنيه عامل بيهم ايه دول؟ ما تهدى يا موسى، انت عبيط ولا ايه؟ يا عم سيبك منه ده اهبل. طلع فلوس بدل ما طلع ميتين اهلك. طلع ميتين جنيه يا لا اهبل انت. ما تقعد يا موسى، انت اتجننت ولا ايه؟ قوم يا ابني. عمر. 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 بس كده. يلا بينا ننام بسرعة. يا عم عمال في ادهم ده بيأفور ولحد شافنا معانا نروح 60 داهية. انت بتعمل ايه يا ادهم؟ حد يشيله معايا. يلا انت غبي، بقول لك لحد شافنا معانا نروح 60 داهية. يلا بينا احنا يا وائل. انت غبي. يلا يا ادهم خلاص نقدر نعمل له حاجة. يلا يلا يا غبي افهم، لو وديناه المستشفى وتعرف ان احنا معاه هنتنفخ. يلا يا ادهم. كل اللي أعرفه إنه ما كانش ينفع استنى أكتر من كده. كان لازم ألاقي السبب. كان لازم ألاقي الإجابة. بين قرارين ولحظة الاختيار.
لقيتها. ايه كل ده؟ أنا حاسس إني عارفك. إيه اللي جابك؟ عايز مني إيه؟ أنا جيت عشانك. مالك يا أدهم؟ ليه كل ده؟ قول لي انت ليه كل ده؟ ليه عملت فيا كده؟ عملت ايه؟ سبتني لوحدي. لاني كنت مضطر يا ادهم. انا والله ما كان نفسي اسيبك ولا لحظة واحدة. بس ده كان مكتوب لي. ويبقى ليه من الاول؟ لازمة ان الواحد يعيش وهو عارف انه هيجي عليه يوم ويموت. انا جيت هنا بسبب يا ادهم. اي حد بيجي الدنيا دي بيجي لسبب. انت برضه على فكرة جيت لسبب. وايه هو سببي؟ الوجود عمره ما كان هو الهدف اللي الواحد بيدور عليه علشان يحققه. الوجود هو المعنى اللي بيساعد البني آدم إنه يعرف إيه الهدف بتاعه علشان يحققه. أنت عايش طول حياتك يا آدم بتدور على الإجابة. أنت المفروض أصلاً تدور على السؤال. طب ما أنت عشت حياتك خلاص، عرفت إجابتك؟ ايوه. وايه هو سبب وجودك انت يا ادهم؟ انت اجابتي وسبب وجودي وهدفي في الحياه. انا جيت الدنيا دي يا ادهم عشان انت تيجي الدنيا دي. وصاحبي اللي مات تقدر تقولي كان هدفه ايه؟ معرفش، بس غالبا هو الوحيد اللي عارف دلوقتي. كان ممكن تكون انت السبب.
ازاي؟ ممكن يكون موت صاحبك ده هو السبب اللي خلاك تغير مسار حياتك، او السبب اللي خلاك تيجي هنا، خلاك تعيش اللحظة دي. تفتكر كده؟ تفتكر الحياة ممكن تكون معقدة للدرجة دي؟ بص يا آدم، كل الناس اللي عاشت في الدنيا دي مروا بأيام زي اللي انت بتمر بيها دي بالظبط وأوحش، بس ما حاولوش لا يغيروها ولا يبرروها. قرروا ان هم يعيشوا حياة أحسن، قرروا ان هم يعملوا فرق. أنا مش جاي هنا عشان أقولك تعمل إيه يا آدم، أنا عايزك تعمل اللي انت شايفه صح، لأن دي حياتك وده وقتك وده اختيارك. أربع حيطان. اشمعنى اخترت له الاسم ده؟ لأن الشقة اللي قعدت فيها هي اللي ساعدتني إني أغير حياتي، وهي اللي خلتني أجي لحضرتك النهاردة. مبروك عليك الكتاب. 6 شهور عدوا من يوم ما خرجت من الشقة، من يوم ما قررت إني أكون على الطريق، الطريق اللي ممكن الواحد يكون عارف اخره فين او حتى نهايته ممكن تكون ازاي، لكن عمر ما الواحد هيقدر يعرف الطريق نفسه، لان على الطريق هتلاقي اختيارات احسن تغير بيها حياتك. لان على الطريق هتلاقي فرص فايتاك تندم انها ضاعت منك. لأن على الطريق ممكن هتلاقي الهدف اللي هيوصلك للمكان اللي انت تقصده. ما اقدرش اقول ايه اللي هيحصل بعد كده، ما اقدرش اقول ان كنت اقدر اعمل فرق ولا لا، كل اللي اقدر اقوله إن دي حياتك، وإن ده وقتك، وده اختيارك.